أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول البعض أن الخضر لم يمت بعد، فهل هذا صحيح؟ وهل المسألة خلافية أم لا؟ هو معطيه تابعية وإقامة حتى يدري أنه حي، مش يدري أنه حي. الله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولو كان الخضر حيا لم يسعه إلا أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه، لأن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان حيا لجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي. نعم.